فإذا ما هو هذا الطريق اللي بيتكلم عنه المسيح أولا هذا الطريق هو الطريق إلى المعرفة معرفة الله فكيف نقدر أن نعرف الطريق معرفة الله الله في القديم كان محتجب فالله مكتوب عنه لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر ولا يعرف الابن إلا الآب ففي هذه المعرفه المتبادله والعلاقه الحميمه بين الاب وبين الكلمه اللي هو ابن الله يسوع المسيح المسيح طبعا بحياته باقواله باعماله بتعاليمه بفدائه جسد هذه المعرفه وعرفنا من هو الله قال يسوع لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً أنا معكم زماناً هذه مدته يا فيلبس ولم تعرفني يا فيلبس الذي رأني فقد رأى الآب أنا في الآب والآب فيا شيء جميل من خلال سؤال منشوف هذه الإعلانات العظيمة الإعلانات الروحية مكتوب عن يسوع كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم عندما اختبر بطرس المسيح قال نحن نعلم نحن قد امنا ونعلم انك انت هو المسيح ابن الله قال يسوع خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني هذه المعرفة او هذا الطريق هي الطريق الى المعرفة تعرف قلب الاب ومخطط الاب وبرنامج الاب واراده الاب من خلال يسوع المسيح